وادري نفسي تقول تيم كل كثير معليش ما اقدر يا جماعه دايت مره قوي. اعزائي المتابعين اين ما كنتم وتيم بن عبد الله از باك. اسال الله مساكم وصباحكم اعزائي المتابعين وقتكم تيم بن عبد الله بهذا الفيديو الجديد والجميل ورعب الخير راح نشوف شيء جديد الجرده الزبده. تيم كذا كنت ابحث في السوشيال ميديا والاشياء هذه وفجاه رايت ارتكل او مقال من موقع كولر.com. مقال هذا قال ان المركز الاول كاكثر دوله في انتشار مرض السكري هي المملكه العربيه السعوديه. طبعا الكلام عام 2017 لما تاخذ المركز الاول هذا شيء مره كبير يعني ما هو شيء كويس ترى يا جماعه. المركز الاول مرض السكري ترى مرض السكري مرض متعب مرض مزمن وكثير ناس بيقول لك ترى يمتين مرض وراثي وترى النسبه الوراثيه فيه قليله اكثر يجي مثلا الناس اللي ما تسوي رياضه الناس اللي ما تاكل كويس الناس اللي ما تراقب شنو تاكل الناس اللي ما تتحرك من مكانها. لذلك احبتي قررت اني اقطع اجازتي اللي كان المفروض اسبوع زياده وانزل لكم هذا الفيديو. فيديونا لهذا اليوم راح يكون فيه تجربه لعدد من المنتجات اللي ما فيها سكر واللي تكون مناسبه ل مرضى السكري عافانا الله وإياكم أحبتي. إن شاء الله يعني يكون في وعي مو مني أنا من الروابط اللي تحت روابط خاصة بالجمعية السعودية لمرضى السكري والغدد الصماء. ادخلوا تحت حاولوا أنكم تقرأوا وتتفعوا كثير تتفعوا أكثر في كيف تتجنب المرض هذا إذا كنت من المصابين بهذا المرض عافاك الله. كيف إنه تشوف شنو المناسب لك عشان ما تزيد عندك الحالة وما تصير بك نوبات سكري وما يرتفع عندك سكر والأشياء هذه. خلونا نبدأ بأول شيء عندنا لهذا اليوم. أول شيء عندنا لهذا اليوم ماركت براجس ماركت براجس ماركة مرة مشهورة يوم تيم. هذه الماركة شلون مشهورة؟ هذه الماركة اللي جربنا فيها فيديو الكاندي كين تلقونه فوق هنا. جربنا منها الكاندي كين المرة شوغر فري أو بدون سكر على سينمون أو قرفة هار كاندي حاول خشن. طبعا من الحين أنا أخلاقي هنا لي كم يوم ماسك دايت ما أكل سكر ما أكل شيء. أكلي هو أربع أشياء بطاطس ورز دجاج وسمك فقط وسلطة يعني إذا مرة فليتها فيعني ما يعني حاولوا إنكم تتحملون اليوم شوية. هذا هو طبعا حلاوة عادي جدا صاير طبعا راح اذوقه راح اشوف هل في طعم حلاوه ولا لا هل هو طعمه حلو. في كذا منتج جايب النسخه اللي فيها سكر والنسخه اللي ما فيها سكر نفس المنتج راح نجربها ونشوف وين الافضل وهل هذه مناسبه ولا لا وحلوه ولا لا. صح قبل لا نبدا بقول لكم شو اخبار ستور تلقونه فوق هنا ولا هنا ما ادري روحوا فيه اعملوا لنا فولو. ادري تاخرنا في الشحن وادري تاخرنا في البري اوردر وادري محتاج كذا تقولوا لي ان ادري بس ما أدري وش أسوي يعني قاعدين نحاول شوية شو لا تعصب. أوكي نقول بسم الله. صدقون باين إنه ما هي سكر طيب ولكن مع ذلك طعمها مرة حلو. الناس اللي تحب الحلاوة هذا حلاوة القرفة بشكل عام أو البابرمنت بشكل عام مرة كويس هذا واو. طبعا فقط اتذوق عشان الدايت هندي بصراحة لذيذ مرة. في طعم سويتنس او طعم حلاوة مرة باين في طعم السينمون باين بصراحة لذيذ يعني هذا كويس مرة. هذا بقي 8/10 والناس اللي حابة تجربه والناس اللي تحب الحلاوة هذه بقول لكم ان هذا مرة حفيدكم. ثاني شيء عندنا لهذا اليوم هرشي شوغر فري. الناس كلها تعرف حلاوة الناس كلها تعرف شوكولة هرشي. شوكولة هرشي واحد من ألذ الشواكلت اللي جربتها في حياتي. المرة مثل ما قلنا شوغر فري نوت لو كالوري فود يعني ما هو يعني يقول لك ان هذا ما في سكر بس مو حق الدايت والناس اللي تدور شيء كالوري قليل ولا لا ما في. حلو فيه انه مبكج وكل واحده بروحه which is nice بالنسبه لي. اوكي ريحه شوكولت ميلك مره ف وادري الناس تقول تيم كل كثير معليش ما اقدر يا جماعه دايت مره قوي. واو اوكي لو اعطيك اياه واعطيك العاده ما راح تفرق في الطعم رغم انه ما في سكر بس ما في مروره الكاكاو بصراحه. بصراحه مره كويس طبعا بالنسبه لي الحين هذا شفته اللي اكلته مره كثير بصراحه لذيذ. في نكهه الهرشي فيه السموثنس حق الهرشي او نعومه شوكولاته الهرشي فيه تماسك شوكولاته الهرشي في بعض صراحه هذا كله بالنسبه لي مره كويس ومره حلو ومره مره رهيب. اعطيه 9/10 اكيد بحكم انه هرشي يا جماعه بهز هرشي. ثالث منتج عندنا لهذا اليوم هذا الحلاوة كلنا نعرفه مشهور جدا 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 هذا الحلاوة Where there is original اسمه
مشهور مرة، كلنا نسمي حلاوة توفي، نعطي 600 مليار اسم عندنا. ولكن في هذا وفي هذا، هذا العادي وهذا اللي بدون سكر. راح نجرب الاثنين راح نشوف الفرق. طبعا هذا فيه 70 كالوري بالسيرف، هذا فيه 50 كالوري بالسيرف، يعني اقل كالوريز. اوكي ما في سكر، ولكن طبعا الاثنين نفس الشيء بالضبط، نفسه بالضبط، اللي هو هارد كارميل كاندي، ما ادري شنو هنا كارما كان، بس انه شوكولا فري. هذا ف نجرب اول شيء، راح نجرب هذا اللي بسكر وبعدين راح نجرب اللي بدون سكر، راح اشوف وش الفرق بينهم. وما راح اقيم اللي بسكر، راح اقيم اللي بدون سكر بس، لان هذا معروف جدا وناس كثيره جربته وقد جربناه من قبل في القناه اكثر من مره. فيلا نقول بسم الله. اوه عرفت ما اي يدي كذا كله واكل يا اخي، مره احب الحلاوه. هذا واحد من ألذ الحلاوه اللي جربته في حياتي كلها، ومن انواع الحلاوه اللي ذكرني بطفولتي. فهذا فرشور بيكون تقييمه 9، ولكن ما لنا من تقييمه، ولكن ذكرياته مره يعني واو، والله مره زمان عنه. نجرب اللي بدون سكر ونشوف هل نفس الطعم ولا يختلف، واذا يختلف او لا هل هو افضل ولا لا. الباكج حقه متغير، طبعا الباكج في هذا مخلينا باكج الحلاوه العادي، بينما هنا مخلينا الباكج مال الهرشي نفسه يعني. ف اوكي واو اوكي ما ادري شلون، طيب ما ادري شلون، بس بدون سكر صاير احلى من اللي بسكر، يعني في حلاوه اكثر. واو يعني صاير احلى، طيب في حلاوه اكثر، طعم نفسه بهم احلى يعني، لكن لما تجي ما راح تلاحظ ان في فرق كثير في الطعم بينهم. واو صراحه انه انا اشوف انه يستحق انه يجرب اذا تبي شيء هيلثي اكثر او اقل ضرر. انا بشوف هذا افضل يعني، بعطيه 9 من 10، لانه نفس الحلاوة مثل ما قلت لكم، طعمها أحلى، باين طعم الكارميل أتوقع أكثر، بينما سكر أقل وما في سكر أصلاً. واو ثالث شيء عندنا لهذا اليوم، جيلي بينز. جيلي بينز العشق المعشوق الذي لا عشق مثله. أنا أعشق شيء اسمه جيلي بينز. الناس اللي تعرفني بتعرف أني أحب الجيلي بينز، قد جربنا جيلي بينز أكثر من فيديو، قد وريناكم في واحد من الفيديوهات القديمة مرة وش أفضل 5 أنواع جيلي بينز تقدر تجربها. وهم بالفيديو اللي قبل الماضي جربنا الجيلي بينز وسويناها كوكيز، ولكن اليوم بنسوي شيء أحلى. والأشياء اللي تخليني أفضل جيلي بينز عن الحلوات الثانية هي إن النكهة جدا حقيقية، نكهة مختلفة جدا جدا حلوة. جبنا لكم النسخة العادية اللي تشوفها في مكان، جبنا لكم النسخة اللي ما فيها سكر نهائي. لما جيت هنا وقريت النكهات شفت الفرق، أوكي لاحظت إن في أكثر من نكهة أنا أعرفها أو أنا أحبها موجودة في اللي ما فيه سكر، وهم في كذا نكهة متشاركة بين اللي فيه سكر واللي ما فيه سكر. راح نجرب الثنتين نعطيكم الأفضل، نشوف هل في فرق في واقعية الطعم ولا لا، وبعدها نقيم هذا. بس النكهة اللي أعشقها مرة والأفضل بالنسبة لي في الجيلي بينز اللي هي الباتر بوب كور، أو نكهة بوب كور بالزبدة. نقول بسم الله. أوكي واو أوكي واو، لأن ما في سكر النكهة باينة مرة، يعني نكهة الشيء اللي تأكله مو فيها طعم سويتنس مع النكهة هذه، لا فيها طعم النكهة هذه مرة. واو هذه أو بصراحة مرة رهيبة مرة لذيذة. الآن أبغى أشوف النكهات اللي شفتها في الثنتين. النكهة اللي شفتها في الثنتين موجودة، أول شيء شفت الجرين أبل تفاح الأخضر، الجوسي بير أو الكمثرة، هذه الجرين أبل خليها هنا، هذه جوسي بير طبعا، بحاول أدور نفس النكهتين هنا. هذه الأولى اللي هي الكمثرة وهذه الجرين أبل، لقيتهم بسرعة. مثل ما تشوفوا الثنتين تقريبا نفس اللون، ما في فرق بينهم كثير. طيب فراح نجرب اول شيء اللي على سكر بعدين اللي بدون سكر. نقول بسم الله. اوكي اول ما تاكلها تضرب كذا نكهه السكر بالفم، لاني قاعد اكل اشياء بدون سكر من قبل. او فوق هذا في طعم تفاح الاخضر باين مره. مره لذيذه، واحد من النكهات اللي احبها صراحه التفاح الاخضر، لاني احب النكهات الحامضه اكثر من الحاليه. هذه الثانيه اللي بدون سكر، فنجرب. نقول بسم الله. نفس النكهه بس هذه احمض بزياده، ليه؟ لان السكر فيها اقل. نايس نايس مره. اهم هذه بعد راح اعطيها 9 من 10. بصراحة لاحظت شيء انه في الاشياء اللي جربتها الان، انه لما يقللوا السكر النكهة تبان عندك اقوى. بالنسبة لي هذا افضل بكثير. الحين نجي نجرب الكمثرة، هذه الأولى اللي بدون
سكر، هذه اللي بسكر، فنجرب هذه اول. طعمها تاكل طبعا، صار ألين من اللي بدون سكر، يعني لما تقرضها هذا تحس شويه كذا خشنه لما تقرضها، بينما هذه لا، انه كذا. وفي زي ما قلت لكم نكهه الحلاوه مال السكر، وبعدين تجي نكهه له نكهه الفاكهه اللي هم اساسا مسويها. الحين اللي بدون سكر احلى، من جد احلى، يعني النكهه اقوى. واو بصراحه مره احلى. ما ادري قلت سهل 9/10 ولا لا، بس من جد من جد سهل 9/10 من اليوم رايح صراحة. راح أفضل أخذ اللي بدون سكر لأنه مرة أحلى. أنا أحب واقعية النكهة، هذا بيعطيك يعطيك نكهة الحلاوة، بينما هذا يعطيك النكهة كاملة. فأنا عن نفسي أفضل هذا بصراحة. يعني إلى اليوم الشوغر فري كاندي قاعدة تفاجئني بشيء ألذ بصراحة، جدا ألذ. نروح لآخر شيء، آخر شيء عندنا لهذا اليوم، وهو الشيء اللي كلكم تستنوه. ما أدري أنت ما أدري تستنى ولا لا، بس في ريسز وفي ريسز بدون سكر. ريسز بدون سكر راح نجرب الاثنين، نجرب ريسز العادي، راح نجرب ريسز اللي بدون سكر. اثنين تشابههم بالشكل، باثنين ريسز كوبس، ما في فرق بينهم. 110 كالوريز في العلبة الواحدة، العلبة ما فيها كثير، سعرها نوعا ما غالي تقريبا $3، ولكن كفري شوغر كاندي بالعادة يكون سعره معروف، بما أن الطلب عليه أقل فيكون سعره أغلى من العادي، بينما هذا كله يمكن أخذته $2، يعني شوف الفرق، ولكن ما علينا. أول شيء راح نجرب هذا اللي بسكر، وبعدين راح نجرب اللي بدون سكر. شوف من فتحته كذا أخي، كذا البين بار يجي يسلم. قول بسم الله. اوكي يا ريسز، يا يعني ريسز بصراحه لذيذ الريسز يا اخي، عشق الريسز. ولكن نبغى نجي ونجرب ريسز اللي بدون سكر، نشوف كيف يكون. صاير احس اخشن من العادي، او يعني شاكر الطبقه شاكر اللي فيه اكبر من العادي، ولكن شوف نقول ايش، يعني ممكن تغير. بسم الله. اوكي اوكي خدت فكره كامله عنه. البين باتر اذا ما في سكر ما ينوكل. في ناس بتحبه، انا اقول لكم في ناس تحب نكهه البين باتر تكون مركز، ولكني احب نكهه البين باتر فريتز لانه شوكليت هرشي فيه يعني. فبالنسبه لي بصراحه انا شفت شوكليت هرشي هذا كان كويس، يعني ما حسيت بطعمه هنا في هذا. في نفس الوقت البين باتر اللي داخل طعم الهرشي اللي في طعم البين باتر نفسه ما كان توب. هذا بضطر اعطيه 6/10 بصراحة. انا ما اعجبني، ولكن في ناس تضطر تاكله، وانا اقول لكم الناس اللي بتضطر تاكله ترى الفرق بينهم ما هو مرة كبير، ولكن بالنسبة لي لاني اقدر اكل هذا بقول لكم يعني هذا بيعجبني اكثر. ولكن لو ما كنت باكل هذا الفرق في النكهة ما هو شيء كبير بيكون، يعني ما هو بيج ديل. ما عرفت بالعربي شنو صراحة. اوكي هذا المنتجات، واقول لكم احبتي انتبهوا في الاكل، انتبهوا جدا في الاكل. خلنا ناخذ دقيقه، في ناس كثيره بتقفل الفيديو الان، براحتك تقفل الفيديو، ولكن هذا شيء لازم نحكيه. انتبه في الاكل جدا، لما تاكل انتبه انت شنو تاكل، كيف تاكل، الكميه اللي تاكلها، هذه كلها انتبه لها. في ناس تجي تقول يا متيم بس انت تاكل كثير، ترى يا جماعه انا منتبه لجسمي جدا جدا جدا، منتبه الى نسبه السكر في دمي، منتبه الى الضغط، منتبه الى نسبه الفات في جسمي كله، كل شيء منتبه له. تراني اسوي رياضه كل يوم، انا اعرف بالضبط وش الخطوه اللي باخطوها، ما اسوي شيء وبس. في ناس تقول طيب نسوي زيك، يعني احنا بنجرب اشياء. انتبه، اهم شيء انك تنتبه، ترى مرض السكري ما هو مرض هين، والناس اللي يجيها مرض السكري تراها تعاني في حياتها جدا في اشياء مره كثيره. فلذلك احبتي ابغى الكل ينتبه. الناس اللي تبغى كثير من المعلومات، تبغى معلومات زياده، تبغى تعرف زياده عن مرض السكري، عن الوقايه منه، عن العلاج فيه، عن الاهتمام بمرض السكري، راح احط لكم تحت رابط الجمعيه السعوديه لمرض السكري والغدد الصماء. ابغاكم تروحون تحت الى الرابط تتوعوا زياده عن مرض السكري احبتي. هذا اللي كان عندنا لليوم، متيم بن عبد الله، ريسز وجربيز. لا تنسون احبتي لايك سبسكرايب وشير، وانتظرونا في الفيديو الجاي قريبا. كان معاكم متيم وابن عبد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.